صلاة على الصلاة، اللعبة المرة دي صرفة ايه؟ مش ده ممكن. احتمال تطلعنا تحديات في فرنسا بقى وكده. انت مين؟ عجمي، مبتسم كده ليه؟ اصل انا بحب حضرتك قوي يا استاذ مازو، انا مش مصدق ان احنا واقفين قدام بعض كده عادي. فاكر اخر تحدي عملتوه؟ انا صوتت لك فيه بتاع مين اللي يوصل المقر الاول ده. بجد؟ ايوه. لا، ودخلت عملت ايميل فيك تاني باسم جانا، واديتك صوت تاني من عندها. لا، مين جانا بقى؟ جانا بنتي دي، حتى محلفاني لازم اتصور معاك. عجمي عجمي، اهدى اهدى، التحدي ابتدى. يا سلام، الجمال والحلاوه ديت. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دي زنزانه كابوليه بتطلع على الشارع على طول. عمرو دياب. عمرو دياب كفاره يا صاحبي. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. اصيله مستر وسيم، انت الوحيد اللي استنيتني لما طلعت. اه والله. ايوه انت جميل، انت حبيبي. بقول لحضرتك ايه، ما عندكش اي حد يشيل التهمه عن جميل؟ لو عايز حد يشيل جميل نفسه انا تحت امرك. طب ليه الهيه اللي في الاول دي؟ ما تقول الجمله على طول. خفيف قوي وظريف قوي قوي. طيب يلا بينا بقى نلحق نكتب سطر جديد في حياتنا. اه يلا بينا يا مستر وسيم. مرجي يا اسطى. يلا اتفضل. لا والله انت الاول. لا والله اول سيلفي اهو. يلا اهو اهو انت اهو. يلا يلا من هنا كده. جميل رجع، ودي مفاجاه من العيار التقيل. يبقى مازو كمان لازم يرجع بشحمه ولحمه وشعره ودقنه. يا عيني عليك، جاهز من قبل ما افكر. تعال ورايا يا عجمي. على فكره يا استاذ مازو، انا كنت بشجعك انت، وبحب قوي طريقه لعبك. حريف يا جزمه. انا مراتي بتكنسل عليا، بس وديني محاسبها هي وابنها العاق. حتى تلاقيني لما قابلت وسيم ده ما انبهرتش كده، كان تركيزي كله معاك انت. ممكن بقى صوره انا وانت كده عشان عايز ارفعها على انستغرام؟ ممكن انا اعمل مكالمه من موبايلك؟ معلش. طبعا يا عم الناس، انت هتستاذني ولا ايه؟ انت تقول لي عجمي هات التليفون على طول. طب انت عارف انا عشانك رحت لدكتور تجميل ومعايا صورتك. خليني بص بص من هنا. عمري ما هنسى اليوم ده لما روحت البيت وهدير ما عرفتنيش. يا لهوي، قعدت تصوت وتلطم. انت مين؟ انت مين يا عم انت؟ وانا اقول لها يا ست انا عجمي، انا عجمي والله. مفيش فايده مفيش فايده، كانت هتلم عليا الجيران. يا جزمه مراتي حماتي ما بتردش عليا هي كمان، اصل هم عصابه وكلهم سارقيني، بس انا هجيبهم واديني لاجيبهم. طبعا معلش، ممكن اعمل مكالمه تانية من موبايلك؟ انت تؤمر. انا شرفني بس ان ودان ساعدتك تلمس تليفوني والله. ايه الاوفر ده؟ ايه اللي وداني تلمس تليفون؟ ايه الميزه في كده يعني؟ طب لو عايز ارقام معاكسات هتلاقيني مسجل واحده باسم هبه سريخ. يا جزمه هبه سعدون ما بيردش عليا هو كمان، بس هتروح مني فين يا سعدون الكلب؟ هجيبك. معلش هعمل مكالمة تانية. يا كبير براحتك بقى، خلاص مفيش بينا الكلام ده. ده انا يشرفني ان صوابعك تلمس زرايري والله. ده انت مازو والباقيين اتغازوا. بس انا حافظ كل جملك. بص الحركة دي. مازو شيك. مازو شيك. ما تعملش كده على كده. يا جزمة. أنا؟ غريب، ما بيردش هو كمان، بس هجيبه، هيروح مني فين؟ طب امسك دي عده 015، انا مدكنها من المدام عشان لما احب ازوغ ولا اهرب ولا حاجه. بروح اقفل 012 خلاص 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 خلاص. رد خلاص. انت عارف ده ايه يا غريب؟ ايه؟ شمع بتاع عيد الميلاد. لا بتاع الشمع. ده بيلسع برضك. مش هقول حاجه، انا مش هقول حاجه مهما عملت يا مظبوط. شيماء وسعدون فين يا غريب؟ مظبوط. هاني من ساعة ما عرفتك وعرفت طريق اللعبة وأنا عملت كل حاجة غلط إلا إن أبقى خاين. يا راجل، ولما قسمت معاهم ال 70 مليون بتوعي ما كنتش خاين؟ لا ما كنتش خاين، بس كنت حرامي. حاسس إنه بيزرق في ساعتها. إحنا كده بنضيع وقت. مش هقول حاجة برضه. فلوسي فين يا حرامي؟ أنا هقول لك اللي حصل بصراحة يا مظبوط. بصراحة الأستاذة شيماء خيرتني. ياخد 17 مليون ونص حج من ال 70 مليون، يا 50,000 وظيفة ثابتة 2000 جنيه في الشهر. وطبعا طبعا من غير ما أفكر رحت أنت مشغل مخك واخترت ال 50,000 والوظيفة الثابتة. عرفني طماع. وهعمل ايه ب 17 مليون من غير وظيفة ثابتة؟ أنت عارف يا غريب يا متخلف، ال 17 مليون دول فيهم كام 50,000 جنيه؟ ده أنت كان ممكن تبقى وظيفتك الثابتة بس إن أنت تصرف كل يوم 50,000 جنيه. لا بس عيب عليك، أنا شرطت عليها وقلت لها مفيش بواب تاني، تديني تايتل، وإدتني دور مان. دور إيه؟ دور مان، ده دور بطولة. طب أنا أعاقبه إيه أكتر من اللي هو متعاقب بيه ده؟ أنت متخيل إن ده كان أذكى واحد في فرقتي؟ انت فاهم انا كنت عايش في ايه؟ ده يحرق الدم. وعلي بقى معلش كده. ايه؟ لا لا اعطيه
شنطه يالا. لا مش شنطه. بقول لك ايه، هات شنبه. لا 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 بلاش الشنب يا مصوم. ايه بالله عليك يا عرضك، بلاش الشنب، شكل في البلد وهيتحط عليهم. هتقول لي مكانهم ولا لا؟ انا عندي عرض تاني. انا اقول لك فين سعدون، وسعدون يقول لك فين شيماء. انت كده ما قلتليش فين شيماء. ماشي موافق، قول لي بس تسيب لي الشنب. اتفقنا. فيلا 122 حي الزهور بالشيخ زايد. شكرا. انت خاين العهد على فكره يا مظبوط، وما قلتش كلمه صح في حياتك من ساعه ما عرفتك. هاتوا تعالى وراي. حرام عليك يا مظبوط، ما تعملش فينا كده يا اخي. مظبوط ما تموتناش يا مظبوط، حرام عليك. بس حبنا. لو ما سكتوش شغل عليهم التكييف الساعه لحد ما يتجمدوا. مظبوط حضرتك طالب بيتز؟ بيتز؟ لا مش انا. ولا براجر؟ ولا براجر ولا محاشي ولا مشاوي ولا اي حاجه. يبقى اكيد حضرتك اللي طالب وجبه النص ارنب. نص ارنب؟ دي فلوس اللعبه. طب ما تقول انك تبع اللعبه. انت مش فاكرني ولا ايه؟ انا عجمي. عجمي مين؟ ما اعرفكش عجمي، ما شفتكش قبل كده. عايز اقول لك ان انا بنبهر بطريقه لعبك، كنت متاكد انك هتسفلته زي اخر مره. اخر مره؟ اخر مره يا ابني هو اللي مسفلتني. انت مش متابع ولا ايه؟ بص انت كده كده نمبر 1 بالنسبه لي، وان شاء الله المره الجايه تعوض خساره المره دي. حبيبي المره دي انا اللي كسبت، اتكل على الله. عجب انت مش فاهم اي حاجه. اتفضل الزباله. يعني ايه اتفضل الزباله؟ انت مش زبال، المفروض انا اللي اديك الزباله. ما هو اصل الكيس ده لقيته في الزباله يا حبيبي. طب ما هو كيس زباله لازم تلاقيه في الزباله، انا مش فاهم. هو في كيس زباله برضك، في مليون جنيه. مليون جنيه؟ اللعبه بتسلم عليك وبتقول لك الارنب اهو، يبقى اعمل عليه ملوخيه. طب ما تقول ان انت تبع اللعبه من الاول للجايزه. ما عرفتنيش صح؟ ما عرفتكش. انا عجمي يا مدير. طب انا ما اعرفكش يا عجمي، مش المفروض اعرفك فعلا؟ اتفضل اتكل على الله. اتكل على الله. العبط. خسرت التنكر واللبس. الارنب بتاعنا وصل. الارنب وصل. الارنب وصل. الارنب وصل. حقي حق يا وسيم، مش هسيبك. شوف تلبس باروكه، تلبس فستان هروح فيك في ده. ايه ده جميل، ايه ده جميل. انا وسيم، انا وسيم حبيبي. فين حبيبي؟ انا وسيم. فين هنا؟ فين اول ربع ارنب جوستو جميل وعليهم سقفه كمان. تاني ربع ارنب من حق ايسو. تالت ربع ارنب جوستو الجراندين بتاعنا. وده ربع ارنب بتاعي. يلا بعد اذنك. استنى يا حبه، مش هتكمل اكلك؟ لا اكمل اكلي ايه، انا يا دوب اروح ادفع الشرط الجزائي بتاعك وادفع فلوس اكرم واجيب كريمه، وبعدين اروح ادور على شغل. وسيم السريتي مستحيل يقعد عاطل ابدا.